اهلا وسهلا من جديد، مرحبا بم. رح نصور اليوم بالجو برو وانا قاعد اسوق رايح مكان خاص. وهسه مثل ما شايفين حط الحزام وننطلق. حزام الامان اهم شيء. اليوم الجو واي حلو بس اكو هواء، الحرارة 76. هذا الشارع شوية دائما يكون مشغول بيزي. السرعة الآن لازم نكون 40. محطة الوقود من هنا، هاي المحطة بالبنزين الغازية، غاز ستيشن، صورة غاز ستيشن هنا. يعني هنا الحلو نظام، بس اكو مرات عالم متهورين يسوقون يعني سكرانين. مثل هاي العبارة: إذا رأيت كل شيء جميل اعلم فإنك سكران. يعني هنا بأمريكا السيارة واي مهمة، ما عنده سيارة هنا ما عنده رجلين. هاي شنو هاي؟ معوق. مخزن السيارات، جاكوار جاكوار محترمة هاي السيارة. يعني اتمنى يعجبكم هذا الفيديو المتواضع
تصوير في شوارع أمريكا، ديترويت، ميشيغان، واللي يحب يعرف أي شغلة أو يسأل أي سؤال يحط لنا إياه بالكومنت، وإذا نقدر نرد عليه. ولا تنسونا بس سبسكرايب وشير. راديو بالفيديو عمود لي يتخربط، خلي العالم باور تشوف شنو القصة، what's going on, what's the deal, chill. صاحبنا من المغرب يباوعنا، سوالنا سبسكرايب جديد اعتقد، صاحبنا من المغرب، تحياتي لك، تحياتنا الى اهل المغرب، تحياتنا الى جميع شرق الاوسط.